أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم جميعا إلى عدد جديد من برنامج آراء ونقاش، نعود فيه إلى أبرز الأحداث الوطنية والدولية التي طبعت المشهد الإعلامي طيلة أسبوع كامل. المستهل بالحدث الأبرز دوليا وفي سابقة تاريخية عادلة، الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب مجازر إبادة جماعية في حق قطاع غزة. ثم نعرج على أبرز مخرجات مجلس الوزراء الأخير الذي تضمن تعليمات وتوجيهات من السيد الرئيس تخص عدة قضايا وملفات هامة، ونختم بالإجراءات المتخذة أيضا لمرافقة أنصار الخضر في منافسات كان كوت ديفوار، وكذا ضمان نقل 17 مباراة من المنافسة إلى الجمهور الجزائري العريض. للإثراء يحضر معي في عدد اليوم الدكتور الهواري تيغرسي المحلل الاقتصادي، شكرا لك على قبول الدعوة، أهلا وسهلا دكتور. شكرا بارك الله فيك. كما أسعد أيضا باستضافة الأستاذ الإعلامي لمين بالعمري، شكرا لك على قبول الدعوة، أهلا وسهلا بك. شكرا، تحية طيبة لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. وينضم إلينا عبر الهاتف البروفيسور أحمد تخينيسة أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر واحد. بروفيسور تخينيسة مساء الخير، شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا، تحياتي لكم ولمشاهدي الإخبارية الجزائرية ولضيوفي. أبدأ معك بروفيسور تخينيسة، إذا شهدت محكمة العدل الدولية في لاهاي يومي 11 و12 أولى جلسات محاكمة الكيان الصهيوني أمام أو على خلفية الدعوة التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا بتهمة الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة كما تابعنا جميعا من الجانب القانوني. بروفيسور تخينيسة، أين تكمن قوة هذه المحاكمة، وكيف تابعتم أيضا مرافعة الفريق الخاص بدولة جنوب إفريقيا والتي أعقبها رد الكيان الصهيوني؟ نعم، إنها في الحقيقة يجب القول أنها محاكمة تاريخية برهانات كثيرة وأبعاد متعددة. لماذا؟ لأنه أول مرة يمثل الكيان الصهيوني هذا أمام محكمة العدل الدولية، طبعا قد مثل قبل ذلك أمام وحكم أمام محكمة الجناية الدولية في قرارات سابقة، وقد لعبت الجزائر دورا هاما في هذا سنعود له. إذن الوصول أمام يعطي فلسطين هذا البعد الذي كان دائما موجودا، وهو البعد القانوني، وجود الشعب الفلسطيني ووجود الدولة الفلسطينية الذي كل رهان الكيان الصهيوني هو خمط كلمة فلسطين وشعب فلسطين ودولة فلسطين. ما يحدث هو أنهم يريدون هذا الرهانهم الأساسي، كل ما يتعلق بعملهم وتهجيرهم وخاصة الإبادة الجماعية التي نحن بصددها بمرأة ومسمع كل العالم. بالتالي الرهان الأساسي هو أنه يفضح الكيان الصهيوني في خاصة في سرديته. الكيان الصهيوني يقول أننا مني بصدد الدفاع عن النفس نتيجة لهجوم المقاومة الفلسطينية، ويحتج بذلك للتملص من مسؤوليته. هو الآن أمام مسؤولياته، وهذه المحاكمة جيدة. لماذا؟ لتسقط كل حججه، كل حججه، وليس فقط حججه القانونية، وكل حجج السردية الخرافية لإسرائيل. إسرائيل اسم نبي، يعني هما يعني استولوا على اسم نبي اللي يسموا به دولة مغتصبة لأرض فلسطين. بالتالي الرهان الأساسي القانوني هو أن نعطيه هذا البعد القانوني الذي يعني فيه بعد، وهو البعد أولا إسقاط السردية الصهيونية التي هي سردية في الحقيقة غربية، ولهذا في دولة إسرائيل الدولة الوظيفية والمحمية الوظيفية، يعني عندها صفتين فالغربية. وبالتالي هذه البعد القانوني الذي سيسقط كل الحجج التي تحتج بها دولة إسرائيل العدو الصهيوني، الذي يحتج بها أمام الرأي العام العالمي، وبعض الدول الغربية تدخل في نوع من المغالطات خاصة تجاه الرأي العام في هذه الأسطوانة التي تتردد بقوة، وهي أن العامة يقومون به ونتيجة لما قامت به المقاومة الفلسطينية. وهذا يسقط
أن هذا الاعتداء وهذه الإبادة وهذه الجرائم ضد الإنسانية لا يبررها عمل مقاومة، ولا بد أن نؤكد ويجب تأكيد أن المقاومة حق من حقوق الإنسان. نعم. الناس تنسى أن المقاومة، البعض يعتقد كأنه عنف فقط، الحق في المقاومة موجود في 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 اتفاقيات الأمم المتحدة وإعلانات الحق أنك تقاوم هذه في سبيل الحقوق. بالتالي إثبات أولا الحق الفلسطيني في دولته الموجود منذ 48، والمرافعات جنوب إفريقيا بدأت ب 48 من النكبة. نعم. البروفيسور خنيسة. نعم عذرا على المقاطعة، دعنا نذكر أن الجزائر كما تفضلت من أول الدول التي دعت إلى رفع دعاوى قضائية ضد الكيان المجرم، وهناك دلالات أو رمزية مكثفة في حمل هذه المسؤولية من قبل دولة جنوب إفريقيا في رفع هذه الدعوى. المرافعة وصفت بأنها كانت بامتياز لأنها قدمت صورا وتصريحات تحريضية ضد الفلسطينيين. بروفيسور تخينيسا، يعني هذه الأدلة أكدت وجود النية المبيتة من الكيان لممارسة هذا العنف وهذه الإبادة الجماعية، ولكن في حالة صدر القرار ولم يمتثل الكيان الصهيوني له، ما هي مآلات الأمور؟ مآلات أنه يوضع الجميع أمام مسؤوليتهم، أنه إسقاط السردية والحجج العدو الصهيوني ضرورية، لأن الرأي العام جزء من الرأي العام ما زال، يعني الرأي العام الغربي خاصة الدول المؤثرة في أمريكا والولايات المتحدة ودول كثيرة، كثير من الرأي العام يقاوم هذه السردية وهذه الحجج، ولكن بقي جزء كبير يجب أننا نستطيع أن نأثر عليه، وخاصة بقرار قانوني. قوة القرار أنه ليس فقط البعد القانوني، أنه سيذهب أمام المجلس الأمن وسيضع الجميع أمام مسؤوليتهم. طبعا قد تستعمل أمريكا كما عادتها الجميع، ونعرف أن إسرائيل الدولة الوحيدة التي يعني محمية من قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة منذ، يعني خاصة بما يتعلق بالقضية الفلسطينية. نعم. ولكن بروفيسور تخينيسا، دائما نستحضر أيضا الدور المحوري للجزائر في دعم هذه القضية. نعم. والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني خصوصا في ظل العدوان اليوم. نعم، الجزائر جندت، ودعوة رئيس الجمهورية جندت هذا البعد، ليس التضامني فقط، وهذا البعد القانوني والنظامي في النهر اللي عنده أبعاد سياسية إيديولوجية تأثير في الرأي العام. الجزائر أثرت، وطبعا خاصة البعد مازال البعد الآخر البعد الجنائي اللي موجود، والجزائر أثرت، وخاصة أنها في هذا الحوار في هذه الحلقة النضالية مع جنوب إفريقيا. الجزائر وجنوب إفريقيا هي الحلقة القوية في إفريقيا التي تدافع على فلسطين، وقد مجهود الجزائر هو الذي أسقط التغلغل الإسرائيلي الذي حاول الدخول إلى الاتحاد الأفريقي. جهود الجزائر هي التي أسقطت تلك العضوية وأوقفت من جهة التطبيع في إفريقيا، وحتى التطبيع في مع العالم العربي، ثم أنه ما نسوش هذه في الجانب الجنائي، ثم حتى قرار المحكمة الجنائية الدولية في 2004 المتعلق بالحائط في عدم شرعيته والتعويض. الجزائر آنذاك كذلك لعبت دورا. نعم. يعني هذا اللي يؤكد ما قاله رئيس الجمهورية، أنه نحن مع فلسطين دائما في جميع مراحل النظام الفلسطيني. الآن نحن نتوافق في هذا الجهد مع ونشجع ونعذر الفلسطينيين في موقف حازم، وهذه الدول المتضامنة كلها هي نفس محور المقاومة العالمي. كل الدول التي كانت خاصة جنوب أفريقيا، دول أمريكا اللاتينية في الحكومات الثورية الجديدة، يعني التي أسقطت يمين هذا اليسار المضاد للإمبريالية، نحن في بصدد. الجزائر كونت حلقة جديدة وعادت النضال إلى أبجدياته، خاصة أن السردية الإسرائيلية تفوقت في المستوى الغربي. المحاكمة اليوم، محاكمة الكيان الصهيوني، هي محاكمة كذلك إيديولوجية لسرديته وإسقاطها،
أمر مهم بتداعيات ضخمة. نعم. شكرا جزيلا لك بروفيسور تخينيسة أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر واحد. أعود إليك الأستاذ بالعمري، كيف تابعتم مجريات هذه المحاكمة وما هي التحديات اليوم أمام الكيان الصهيوني الذي يواجه قلق إصدار الحكم؟ ولا أعتقد أن أهمية هذه المحاكمة أو هذه الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا هي الرمزية التي تحملها على اعتبار أنها أسقطت الصنم، أسقطت الطابو الذي كان دائما يختبئ وراءه هذا الكيان، والذي دائما كان محصن من أي متابعة قضائية. لاحظ منذ تأسيس هذا الكيان الغاصب على أرض لا يمتلكها وفق ما سمي حينها بوعد بلفور، لم يحاكم هذا الكيان على جرائمه على طول المجازر، على طول يعني 75 سنة على الجرائم الذي ارتكبها، بداية من يعني إبادة كفر قاسم، ثم الكثير ووادي ياسين وغيره من المجازر عفوا، وصولا إلى اليوم أين يرتكب إبادة جماعية. وجنوب إفريقيا رفعت دعوى ضد هذا الكيان بتهمة الإبادة الجماعية، وبالتالي أعتقد أن يعني الرمزية تكمن في وقوف هذا الكيان كمتهم. نعم. أمام محكمة العدل الدولية من أجل محاكمته على جرائمه في جنوب إفريقيا، ربما عفوا في فلسطين وفي غزة المحتلة تحديدا. أعتقد أن ربما قد لا تكون القرارات التي ستتخذها المحكمة ملزمة لهذا الكيان، رغم أنها سطرت أولويات فيما يخص وقف إطلاق النار كبداية. نعم. من أجل وقف المجازر التي ترتكب في حق الفلسطينيين، ولكن أتصور أن الخطوة في حد ذاتها كخطوة. نعم. مهمة ومهمة جدا، وتحمل رمزية من حيث إسقاط هذا الصنم كما سبق وقلت، ومن حيث من رفع هذه الدعوة، لأن من رفع هذه الدعوة هي دولة عانت كثيرا من الميز العنصري. نعم. وتعرف جيدا ما هو الميز العنصري، وتعرف وعانت كثيرا من هذا الميز ومن هذا الفصل، وبالتالي هي تحس بها بالشعب الفلسطيني وبما يحصل له، وبالتالي كل هذه المساندة الدولية لدعوة جنوب أفريقيا. نعم. تعكس هذه الرمزية لهذه المحاكمة التي تقف من خلالها أو يقف من خلالها الكيان الصهيوني لأول مرة كمتهم في محكمة الجنايات الدولية، ثم الوقوف كأشخاص، لأن الفرق. نعم. بين محكمة الجنايات الدولية وبين محكمة العدل الدولية هو أن محكمة الجنايات تقاضي الأشخاص، بينما محكمة العدل تقاضي الدول. وبالتالي أعتقد أن الكيان الصهيوني سيقاضى أمام محكمة العدل الدولية كدولة ترتكب ما يسمى بإرهاب الدولة وجرائم الإبادة الجماعية في حق شعب أعزل، وكأشخاص كذلك الذين أصدروا تصريحات عدوانية غير مسبوقة، عندما يصف وزير الدفاع الكيان الشعب الفلسطيني بأنه يعني حيوانات بشرية. نعم. أعتقد أن كل ذلك يؤكد النية المبيتة لدى هذا الكيان في تصفية هذا الشعب، وفي النظرة الدونية التي ينظر إلى الشعب الفلسطيني، وعلى أنه شعب يمكن إبادته ويمكن تصفيته. نعم. دون أن يحاسب. ولكن أعتقد أن هذه الخطوة بيّنت بأن وقت الحساب قد حان. نعم. وسيحين الحساب الحقيقي، لأنه قد تحمل هذه الخطوة الكثير من الرمزية، ولكن أعتقد أن الطابو قد سقط وأن الصنم قد سقط، وأخيرا الكيان الصهيوني يقف كمتهم أمام وأيا كان القرار. كما قلت الصنم سقط والإحراج ما سيكون يعني من نصيب حتى الدول التي دعمت هذا الكيان. في محورنا الثاني مشاهدينا الأفاضل سنتطرق إلى أبرز مخرجات مجلس الوزراء الأخير التي تضمنت عدة توجيهات مهمة وتعليمات من السيد الرئيس بشأن ملفات وقضايا مهمة. أتوجه إليك دكتور تهواري تغارسي. من بداية هذه المخرجات أو أهم هذه المخرجات، تقرر تأجيل مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف الإثراء وتعميق الدراسة، أهمية التأكيد على مراجعة القوانين وجدواها الاقتصادي أيضا. أكيد، لأنه شفنا قوانين مهمة جدا تقريبا منذ 3 سنوات، شفنا قوانين لتحسين مناخ الاستثمار، شفنا قانون مرتبط بالاستثمار، شفنا قانون مرتبط بضبط عن المنظومة المالية من خلال القانون النقدي والمصرفي، قانون مرتبط بإشكالية الصفقات العمومية اللي كانت موجودة، تقريبا عدة قوانين، قانون مرتبط بالمقاول الذاتي، قوانين عدة الهدف منها تحسين مناخ الاستثمار لتفعيل الإمكانيات الوطنية، لتفعيل القدرات الوطنية، لتفعيل طبعا المؤسسات الوطنية لخلق الثروة. نظن أنه
هذا جزء مهم، لانه تقريبا 80 او 90% بالنسبه لي هذه القوانين كانت تمرت على البرلمان. هذه القوانين راح تمر البرلمان، نظن تقريبا 4 نقاط مهمه جدا، سواء بالنسبه لهذا القانون الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع العام، وكذلك بالنسبه للقانون التجاري، كذلك بالنسبه لقانون البلديه والولايه، وحتى بالنسبه لقوانين اخرى. الهدف كيف يمكن، نظن انه هذا القرار مهم جدا، لانه في كثير من الحالات يؤجل طبعا السيد رئيس الجمهوريه هذه المره الثالثه نذكرت نعم يؤجل هذا القانون لطبعا عدم اكتماله في كثير طبعا من الجوانب، لانه راح يعطي اكثر حريه ويعطي اكثر ابداع ويعطي اكثر ممارسه للنشاط الاقتصادي، لان اليوم النقطه الاولى مرتبطه بقضيه نظن مهمه جدا، هي قضيه الممارسه والحمايه بالنسبه للمسؤول على المستوى المحلي او حتى بالنسبه للمؤسسات العموميه. يعني نحكي على طبعا دور المسير في اتخاذ القرار. اليوم مثلا في المرحله السابقه شفنا اكثر من 50% بالنسبه لرؤساء البلديات كانوا متابعين قضايا. اليوم طبعا لما نشوف عملية الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، هل هو هناك طبعا صلاحيات لي، أو هل هناك نقاط لتحمي طبعا هذا المسؤول لاتخاذ القرار؟ ولكن بالمقابل شفنا كثير من المشاريع وكثير من الإضافة أو كثير من هذه النفقات العمومية اللي كانت متزايدة، لأنه أموال كبيرة بالنسبة للسلطات العمومية بصفة عامة. اليوم نحكي على أكثر من 1300 بلدية عجزة، ورغم أن الموقع الجغرافي مهم بالنسبة لهذه البلدية، ولكنها عجزة لنقص طبعا المبادرة، لنقص طبعا هذا التفعيل طبعا فيما يخص الشراكة، لأنه اليوم مشاريع مهمة جدا، ويمكن للقطاع طبعا سواء بالنسبة لعمل التسيير، هناك بعض المنجزات العمومية، هناك بعض الإمكانيات العمومية، هناك بعض الممتلكات العمومية يمكن أن يسيرها عن طريق توفير دفتر شروط بالنسبة لهذه المؤسسة العمومية، وراح توفر طبعا مناصب عمل، راح توفر مداخل مهمة جدا، وراح توفر طبعا في بعض الحالات إنجازات، راح توفر مشاريع مهمة بالنسبة للبلاد. اليوم نحكوا على قضية هذا الأسواق اللي موجودة في كثير من البلاد، لا يعقل أنه منطقة ساحلية بامتياز وعندها مداخل وعندها كذا تقوم هي ببناء طبعا سوق، لا يمكن أن نحكي على مسابح موجودة في هذه المناطق تقوم بالبلدية بحساب أو بإنجاز هذه المشاريع. نظن أنه من نفقات ضروري ضروري أنه نتجه طبعا بهذه الخطوة لحل كثير من المشاكل، وحل استقطاب الأموال، لأنه نحكي على الأموال، قضية استقطاب الأموال، لأنه راح نشوفوا طبعا شراكات بين القطاع العام والقطاع العام والقطاع الخاص، لأنه هنا راح نشوفوا الأموال اللي موجودة في السوق الموازية واللي موجودة عند مؤسسات أخرى، وطبعا إدخالها في السوق الرسمية، واللي تحدث راح تحدث لنا حركية. ولكن هنا نحكوا على إشكالية الدراسات مهمة جدا، لأنه سيد رجمو ركز على إشكالية الدراسة في كثير المشاريع. شفنا أنه التقييم طبعا تقييم المشاريع الموجودة على مستوى البرلمان تقريبا أكثر من 5 مليار دولار سنويا، وهو أموال كبيرة، وبالتالي أنه وجب إعادة النظر في إشكالية التقييم بالنسبة لإنجاز طبعا المشاريع الاقتصادية بصفة عامة، لأنه هذه مرتبطة بالشراكة ومرتبطة بالفكر طبعا مدى نضج المشروع الاقتصادي. ويمكن المزاوجة، المشروع الاقتصادي تقريبا هو 99% أو 95% من إنجاز المشروع، ولكن لاحظنا أنه هناك أموال عمومية تصرف في كثير من الجماعات المحلية، وحتى بالنسبة لي موجودة في الميزانيات العمومية، وحتى بالنسبة لي تكلفة كبيرة بالنسبة للجزائر. وجب إيجاد حلول واقعية منطقية وقابل للتنفيذ كذلك، يعني او حتى من اجل اعطاء نفس جديد يعني للاقتصاد الوطني. تبدو هذه الشراكه استاذ بالعمري بين القطاعين، لانه القطاع العام له مثلا خصوصيه اداريه، بينما القطاع الخاص له خصوصيه اقتصاديه، وهنا نلعب على معادله تحقيق معادله جوده التسيير ونوعيه المنتوج والتكامل بينهما من خلال هذه الشراكه. مساله التاجيل من اجل انضاج القوانين اكثر حتى لا نعود الى التراكمات، وهنا يمكن أن تدخل في مسألة الأمن القانوني في البلاد. هو صحيح، أعتقد أن كما جاء في مجلس الوزراء هو التأجيل ثم من أجل إثراء هذا القانون، لأنه في تجربة قاسية مرت بها الجزائر هذه الشراكة هو حق أريد به باطل، يعني تم الاستيلاء على مؤسسات عمومية تحت مسمى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتم التنازل على أملاك الدولة وعلى مؤسسات عمومية كبرى للقطاع الخاص
يعني بمبالغ شبه رمزية، وبالتالي أعتقد ذلك ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني. وبالتالي أعتقد أن هذا القانون لابد من تأجيله ودراسته بتأني وبموضوعية حتى لا يتضرر الاقتصاد الوطني من هذه الشراكة التي يمكن أن تكون واعدة ويمكن أن تعطي دفعا في الوقت نفسه للقطاع الخاص والقطاع العام، ولكن لا يجب أن تكون هذه الشراكة على حساب القطاع العام وعلى حساب أموال الشعب الجزائري. صحيح. كما حصل في فترة سابقة، لاحظنا أن الكثير من المؤسسات الكبرى التي كانت تعتبر يعني مؤسسات رمز للاقتصاد الجزائري تم الاستيلاء عليها بدعوى الشراكة وبدعوى الكثير من التبريرات الأخرى، وتضرر الاقتصاد الوطني كثيرا، ولاحظنا تسريح العمال، ولاحظنا ما حصل من تراكمات كما سبق وقلت، ومن نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى الموظفين وعلى العمال. وبالتالي أتصور أن هذه الشراكة التي هي جيدة جدا يعني من أجل الوصول إلى اقتصاد مزيج، لأن الجزائر القطاع العام هو يعني توجه جديد في الجزائر. لو لاحظنا أن الجزائر منذ استقلالها كان هناك القطاع العام هو المسيطر على المشهد الاقتصادي، كان هناك بعض المؤسسات الخاصة الموجودة والتي تمتلك يعني تقاليد إلى غير ذلك قديمة، ولكن في إطار الانفتاح الاقتصادي والسياسي وإلى غير ذلك ظهر القطاع الخاص في الجزائر. وبالتالي أتصور أن من أجل إنضاج هذا القطاع الخاص، وحتى لا يكون أو حتى لا نستنسخ تجارب سابقة والسماح للكومبادور من الاستيلاء على المؤسسات العمومية وعلى أملاك الشعب الجزائري، لابد من إنضاج هذه الشراكة التي تسمح بأن يلعب الاقتصاد العام دوره الاقتصادي ويلعب القطاع الخاص كذلك دوره الاقتصادي من خلال المساهمة في الوصول إلى اقتصاد وطني مزيج يمزج بين القطاعين العام والخاص. طيب، أيضا الرهان على المصفاة الجديدة لحاسي مسعود لرفع الإنتاج من بين الأمور التي أكد عليها السيد الرئيس دكتور تيغرسي حينما أكد على الأهمية الاقتصادية لمشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود، الإسراع في الإنجاز في بدء الاستغلال وتقوية الإنتاج من البنزين والمازوت والتوجه نحو التصدير. أكيد، لأنه ما زلنا في عمل استيراد المشتقات للبترول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. والتوجه نحو التصدير أكيد، لأنه ما زلنا في عمل استيراد المشتقات البترول، وهذا مهم جداً. السيدة الجمهورية طبعاً طالبة بإنجاز هذه المصفات لتوفير المواد الأساسية، لأنه هذه المصفات المرحلة السابقة أنه كثير منها من تكاليف كانت في عملية الاستيراد، من بينها طبعا البنزين، طبعا الغازوال، وكثير من المنتجات اللي كنا نستورد. اليوم تقريبا بدينا نصدر في هذه المنتجات، ينبغي الولوج إلى منتجات أخرى، لأنه لما تشوف قضية الاستيراد بالنسبة لهذه المواد الأساسية ما زلنا نستورد طبعا منتجات كثيرة تقدر توصل إلى 70% بالنسبة للمنتجات. وهنا وجب الوصول إلى مستوى طبعا 60% أو 50% أو حتى 70% بالنسبة لتوفير هذا المنتج، لأنه مرتبطة لما نقول طبعا الأمن الغذائي، هذه داخلة في الأمن الغذائي، لأنه نحتاج إلى طبعا منتجات وطنية. من غير المعقل أنه إمكانيات اللي موجودة في الجزائر والموارد البترولية الموجودة في الجزائر والموارد الطاقوية الموجودة في الجزائر والموارد طبعا الغازية الموجودة في الجزائر، ولكن تقعد تستقطب أو تقعد فاتورة طبعا الاستيراد جد مرتفعة، وخاصة بالنسبة لهذه المنتجات. اليوم نحكي على مثلا منتوجات البلاستيك، مواد أساسية بالنسبة للبلاستيك، غير معقول أنه ما زلنا في هذه المرحلة نستورد. لأنه علاش؟ لأنه قضية التكرير بالنسبة لهذه المصفات، لأنه هذه التكرير معناتها أنه نخرج منتجات مهمة جدا كمواد أساسية أولية، من خلال هذه المواد تطوير هذه المنتجات نخرج المواد اللي هنا. حاجة واحدة أخرى مرتبطة بالتكلفة، اليوم نبيع البترول مثلا 300 حتى يوصل 100، ولكن ما قيمة طبعا الاستيراد بالنسبة لهذه المنتجات؟ الاستيراد طبعا قيمة مرتفعة مقارنة مع عملية تصدير. السيد رجل مركز على نقطة مهمة جدا في المرحلة الأخيرة، قال أنه لا يمكن، لا يعقل المراحل القادمة أنه نستمر في عملية بيع المنتجات تاعنا خامة. صحيح. كيف يمكن أنه نقيم طبعا صناعات تحويلية، نقيم طبعا لأنه من خلال خرجات الميدانية ومن خلال طبعا الخرجات الدبلوماسية لسيد رئيس الجمهورية لعديد من دول، شفنا طبعا شراكات مهمة جدا سواء بالنسبة للصين، روسيا، إيطاليا، البرتغال، كثير من دول حتى دول الخليج. لما نشوف طبعا مثلا السعودية متطورة جدا فيما يخص الصناعة بالنسبة للمواد البلاستيكية، إذا ينبغي طبعا تحويل هذه الشركات. والحمد لله أنه بالنسبة للجزائر هناك قانون للمحروقات 2019 مهم جدا يستقطب. اليوم أنه شفنا شركات الأسبوع الماضي، شركة طبعا مهمة جاءت طبعا الجزائر ببوية الاستثمار، لأنه شافت الاستقرار السياسي والاستقرار طبعا الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والاستقرار طبعا القانوني الموجود. ينبغي فقط تدليك كذلك كثير من العقبات فيما يخص طبعا استقطاب الاستثمار، لأنه استقطاب الاستثمار من تحويل التكنولوجيا اللي نحتاجه احنا، قضية تحويل التكنولوجيا بالنسبة لهذه المؤسسات المسيطرة على كل الأسواق العالمية وعندها طبعا تكنولوجيا وعندها باع فيما يخص المؤسسات التحويلية. مع التأكيد أنه السيد الرئيس يعني شدد في هذه النقطة بالذات على أن الجزائر أنهت خلال الأربع سنوات الأخيرة عهد استيراد كل أنواع البنزين بما فيها وقود الطائرات، ولابد من القطاع أن يواسر في هذا المنهج. نعود إلى مصفات حسيمة السعود، أستاذ بالعمري، أهمية هذا المشروع بالنسبة لسيادتنا الطاقوية في ظل الرهانات الطاقوية الدولية، في ظل أيضا أنه يمكن تسويق هذه المنتجات دول الجوار التي تحتاجها. وأعتقد أن إنشاء هذه المصفات يقع في صميم التوجهات الجديدة للجزائر فيما يخص ربما قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة استغلال كل ما هو منتوج خام في الجزائر وعدم التنازل عنه في شكله الخام. وبالتالي أعتقد أن هذه المصفات ستسمح بالاستغلال الأمثل للموارد البترولية للجزائر
ويعني صناعة المواد شبه البترولية التي كانت تصنعها الجزائر من قبل، والكثير منها تم التخلي عنه للأسف لأسباب يعلمها الجميع، مثل بعض الأنواع من الغازات التي كانت الجزائر تنتجها ثم أصبحنا نستوردها، يعني علامات استفهام كبيرة. وبالتالي أعتقد أن الأهمية الاقتصادية لهذه المصفات بحكم موقعها قربها من آبار بترول ومن محطة الضخ، وبالتالي أعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في إنتاج مواد تحويلية، وأعتقد من وجهة نظري بأثمان أقل. يعني عندما تكون مثلا المصفات موجودة في الجنوب، ربما تكون تكاليف النقل المادة الخام تكون أغلى مقارنة بتواجد هذه المصفات في حاسم سعود. وبالتالي أتصور أن الجدوى الاقتصادية لهذه المصفات هي مهمة ومهمة جدا من حيث التركيز على التوجه نحو الصناعات التحويلية مجددا، وعدم يعني التنازل عن المواد الخام ثم إعادة استيراد المنتوج الجزائري الذي تم التنازل عنه يعني خام استيراده يعني بالعملة الصعبة وبأثمان غالية وغالية جدا. وبالتالي أتصور أن هذه المصفات ستعمل بشكل كبير على الاكتفاء الذاتي للاحتياجات في الجزائر من المواد التحويلية خاصة البترولية منها والمتعلقة بالزيوت وغيرها من الأمور، وكذلك استكمال عملية تصدير الوقود، لأننا يعني وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الوقود بمختلف أنواعه، ونحن نتوجه الآن إلى التصدير. ولا يمكنك التوجه إلى التصدير وإلى الاكتفاء الذاتي إن لم تكن لديك محطات تصفية يمكنها أن تغطي الاحتياجات الوطنية، ويمكن أن ننتقل بعدها إلى التصدير وجلب العملة الصعبة. طيب، نقطة أخرى تطرق إليها مجلس الوزراء الدكتور تغرسي، وهي التأكيد على الأهمية القصوى للمراقبة المستمرة للأسواق وفق رؤية استباقية نحارب من خلالها الندرة ونكبح أيضا المضاربين بقوة القانون، لاسيما ونحن نقترب أو على أبواب الشهر الفضيل. أكيد، لأنه مرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطن، وهذا طبعا في كل مرة وفي كل رمضان نشوفه طبعا هذه المظاهر. من ضمن السلطات العمومية اليوم انطلقت على قبل طبعا شهرين في تفعيل هذه الحركية بالنسبة للأسواق، ضبط الأسواق الوطنية، لأنه علاش؟ النقطة الأولى طبعا كان الحمد لله هناك زيادة بالنسبة للأجور سنة 2024. النقطة الثانية قضية الرسوم اللي كانت مفروضة على كثير من المنتجات، نظن أنه لما تشوف الرسم اللي هو رسم النشاط المهني تقريبا 2% أو 1.5% كان يأثر في السنوات الماضية على طبعا كثير من المنتجين ويعتبر عبء. نخلينا كاقتصادي نقول أنه مفروض لما يفعل هذا القانون أن نشوف انخفاض بالنسبة للأسعار، لأنه هذا طبعا كان الرسوم مفروض على المنتجين، على المتعاملين الاقتصاديين، وحتى بالنسبة للحرفيين، وحتى بالنسبة للتجار كان مفروض. وبالتالي أنه المنطق لما نخفض لك أو لما ننزع لك طبعا هذه الضريبة حتى بالنسبة لقضية المنتجات راح تكون طبعا المنتجات منخفضة في المرحلة القادمة. النقطة الثانية مرتبطة بقضية الحركية بالنسبة للإنتاج الوطني، لأنه الإنتاج الوطني وقوة الإنتاج الوطني ووفرة الإنتاج الوطني نشوف هذه الأيام في الأسواق الوطنية الحمد لله، حتى أنه أسعار الخضر وفواكه اللي ما شفناهاش منذ سنوات. نعم، شفنا الأسعار تاعها متدنية منخفضة، بما يجعل أنه هناك طبعا استثمار حقيقية، هناك إنتاج فلاحي بالنسبة للفلاحين، هناك حركية طبعا سواء صناعية وبالنسبة للفلاحية. وبالتالي اللي يبقى فقط كيف يمكن ضبط الأسواق نتاعنا في المرحلة اليوم، أنه سيد رئيس الجمهورية من خلال عملية التصدير لكثير من المنتجات توقف المنتجات أو وقف التصدير بالنسبة لهذه المنتجات في هذه المرحلة، كيف يمكن تغطية الإنتاج الوطني خاصة بالنسبة لشهر رمضان وتوفير طبعا بالأسواق الوطنية وضغط بالنسبة لسيد رئيس الجمهورية. تذكر أنه من خلال المعرض الوطني والإنتاج الوطني كان طالب السيد وزير التجارة بتوفير إحصائيات لاتخاذ قرارات مهمة، لأنه لما نعرف الإحصائيات بالنسبة للمنتجات نتاعنا بالنوعية الإنتاج، بالنسبة لكمية الإنتاج، بالنسبة لكل طبعا الآفاق المستقبلية بالنسبة لهذه الإحصائيات ممكن طبعا ناخذ قرارات. إذا كان عندنا إنتاج وفير لا يمكن طبعا الاستيراد، ولكن إذا ما كانش إنتاج يمكن طبعا الاستيراد. المنتجات الأساسية
والمدعمة نظن هناك استقرار بالنسبة لهذه المنتجات، لأنه لاحظنا السلطات العمومية تكفلت بالجانب هذا، فقط ينبغي التسريع فيما يخص ضبط السوق الوطني. نعم. ضبط السوق الوطني من خلال المراقبة اليومية من حيث طبعا النوعية والكمية، لأنه حتى قوة القانون موجودة. نعم. اليوم. نعم. يعني نعم. المجابهة وهنا طبعا نتمنى تكون استراتيجية متكاملة، خاصة في المراحل القادمة، لمتابعة ومراقبة طبعا كل الأسواق، الأسواق طبعا أسواق الكبرى، أسواق الجملة، وكذلك بالنسبة للأسواق الموجودة على المستوى المحلي، ونشوفوا حركية طبعا اقتصادية من خلال اليوم. طبعا شفنا أنه السيد الرئيس مراقبة من قرب. نعم. بالنسبة لهذا الواقع الاقتصادي، وضبط طبعا السوق الوطنية وضبط الانتاج الوطني، نظن أنه راح نشوفه. أنا خليني أقول لك أنه السنة هذه والسنة القادمة من خلال الحركية طبعا الاقتصادية، متفائل أنه راح يكون عندنا انتاج وطني كبير. شفنا طبعا من خلال هذه الوكالات ومن خلال انطلاق عدة مشاريع اقتصادية ولتوفير المنتجات. اليوم تقريبا نشاط كبير اللي موجود عندنا بالنسبة لهذه الأسواق وبالنسبة للعملية الإنتاجية من خلال إيجاد طبعا إحلال بالنسبة للواردات. تقريبا هناك نية بالنسبة للمنتجين، وهناك بعض المشاريع الاستثمارية طبعا انطلقت، تقريبا نحكو على أكثر من 12 مليار استثمارات مسجلة على مستوى الوكالة، ورقم كبير طبعا بالنسبة للمؤسسات الوطنية والفكر المؤسسات اللي موجود. وهذا طبعا خلينا نقول لك أنه حتى بالنسبة لدور الفكر المقاولة اللي ولا أصبح هاجس بالنسبة للمواطنين، لأنه هذه نقطة إيجابية، لأنه المرحلة السابقة تقريبا كل الأفراد وكل الأشخاص لا يعتني طبعا بالفكر المؤسساتي وبالنسبة للفكر المقاولة. اليوم تقريبا كل عائلة تفكر في كيفية الحصول على طبعا مؤسسة والحصول على المقاولة والحصول على، وهذا طبعا شيء إيجابي بالنسبة لي. كل الشروط اليوم متوفرة من خلال القانون المقاول الذاتي وإطلاق الوكالة الوطنية للمقاولة الذاتي قريبا. يعني نعود إلى الأستاذ بالعمري في مسألة ضبط الأسواق ومكافحة الندرة وال يعني كبح المضاربين من خلال قوة القانون. ضف إلى ذلك أيضا ما ورد أيضا في مجلس الوزراء التأكيد من قبل السيد الرئيس على ضرورة استحداث مخابر للتحليل على مستوى المطارات والموانئ، يعني ضمانا للمراقبة الصحية للمواد المستوردة. هو أعتقد أن الحلقة الأضعف في الاستيراد أو التصدير في الجزائر هو عدم وجود مخابر مؤهلة من أجل مراقبة المنتوجات التي تصل إلى الجزائر. لاحظنا يعني في العديد من المرات يعني بعض المنتوجات سواء المنتهية الصلاحية أو الفاسدة أو حتى المضرة بالصحة العمومية دخلت إلى الأسواق الجزائرية ثم تم حجزها، ولكن أعتقد أن إنشاء مثل هذه المخابر في الموانئ والمطارات سيسمح بالسماح بدخول مواد سواء استهلاكية أو صناعية أو غيرها ذات جودة إلى الجزائر، ولما لا يصبح لدينا شعار كما هو بالنسبة للاتحاد الأوروبي CO، يعني ما يسمى بمطابق للمعايير الأوروبية conformity European. ولماذا تكون لدينا يعني شعار يكون أي منتوج مطابق للمعايير الجزائرية؟ لأن نحن من نملي هذه المعايير، ونحن من يمكن أن نراقب ذلك من خلال هذه المخابر التي يمكن أن تساعد على التصدير من خلال تصدير منتوج يعني ذا نوعية وذا جودة ومنافسة، وحتى في حالة الاستيراد يصل إلى المستهلك الجزائري منتوج ذا نوعية وذا جودة كذلك. وبالتالي أعتقد أنه من المهم استحداث مثل هذه المخابر التي تأخرنا فيها كثيرا، يعني إلى حد الساعة هناك مخبر واحد على أعتقد هو الجراك فقط في الجزائر، وبالتالي لابد من استحداث مخابر أخرى من أجل مراقبة تحرك السلع سواء في الاتجاه الداخلي أو في الاتجاه الخارجي في الموانئ وفي المطارات، حتى لا تبقى هذه الفوضى التي نعيشها إلى الآن. فيما يخص إجراءات القضاء على الندرة، هي صحيح إجراءات مهمة ومهمة، ولكن نحن تعودنا على أن نتخذ مثل هذه الإجراءات في عندما نصل إلى شهر رمضان، وبالتالي هناك يعني سرعة في ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات، ولكن أتصور أن التنظيم يجب أن يكون طول السنة من خلال استحداث كذلك هياكل التي يمكن من خلالها التسويق. لاحظنا أن الكثير من الأسواق في بلديات يعني أسواق مهترئة، في الغالب لا تتوفر على أدنى شروط النظافة والصحة، وبالتالي أعتقد أن
حتى يمكننا صحيح يعني فعلا أن نراقب السلع ونراقب الندى ونحارب الندى، لابد من توفر هياكل تسمح بتسهيل عملية المراقبة ومتابعة كل ما له شأن باستهلاك المواطن الجزائري، سواء تعلق بالمواد الغذائية أو بالألبسة أو أي شيء. لابد من استحداث هياكل ملائمة بمعايير دولية يمكن من خلالها أن نعيد الكرامة للمواطن الجزائري في الأسواق. ولكن يعني للأسف عندما تدخل إلى بعض الأسواق في بعض البلديات أو بعض المناطق يعني تتساءل هل هذا يعني سوق يعني يحترم المعايير، يحترم معايير النظافة، يحترم معايير الجودة، يحترم حتى السلامة داخل هذه الأسواق. وبالتالي يعني بعض الحرائق التي حصلت في بعض الأسواق يعني هي إنذار من أجل تنظيم هذه الأسواق ويعني تزويدها بكل وسائل السلامة، وسائل الوقاية، الوسائل التي تسمح للمواطن الجزائري بأن يعني يتمتع بالتسوق ويقتني كل ما هو جيد بشروط صحية. دكتور تغرسي، الدولة الجزائرية لها عدة إجراءات مهمة لمكافحة الندرة، لقمع المضاربة واللعب بقوت الجزائريين. أكيد طبعا شفنا أن قانون مهم جدا بالنسبة لقانون المضاربة، وكان طبعا الهدف تاعه طبعا ضرب من حديد بالنسبة للدولة الجزائرية، كل طبعا ما يتعدى على قوة المواطن. وهذا مهم جدا لأنه بهذا القانون أصبح تخوف من يضارب في المنتوج الوطني العقبة طبعا موجودة. قلت لك أنه ثلاث نقاط أساسية كانت طبعا زيادة بالأجور، وكانت مرتبطة بالرسوم كذلك، لأنه تخفيض الرسوم لأنه كانت المرحلة السابقة هناك عبء ضريبي كبير موجود بالنسبة للمنتجات الوطنية، وبالتالي أنه لما تكون عبء الضريبي على المتعامل الاقتصادي أو المستثمر بصفة عامة راح نشوف هذا العبء على المواطن. تخفيض أو البداية تخفيض من خلال القانون المالية 2024 على كثير من المنتجات، وكذلك بالنسبة لبعض القوانين المالية السابقة، وحتى بالنسبة لي الرسم. وسيد رئيس الجمهورية قال أنه يمكن المراحل القادمة أنه نساهم كذلك في تخفيض ضرائب أخرى. الهدف كيف يمكن الحفاظ على المواطن، كيف يمكن توفير المنتجات بالنسبة للمواطن، وكيف يمكن طبعا وقمع كل من هو مضارب. نظن أنه هناك استراتيجية في هذه المرحلة واضح، وهذه استراتيجية متكاملة، فقط تفعيلها راح يعطينا نتائج إيجابية. نقطة أخرى دكتور تغرسي ما تطرق إليها أيضا هي مسألة إطلاق الوكالة الوطنية للمقاولة الذاتي في 20 شهر جانفي الجاري، هذه الصفة التي ينتظرها الكثير من الشباب من حاملي المشاريع من أجل دخول النسيج الصناعي والاقتصادي. أهمية هذه الوكالة وأهمية هذا القانون الذي يعتبر طفرة أيضا نوعية تضاف للتشريع الجزائري. أكيد هو قانون مرتبط باقتصاد المعرفة، مرتبط بالفكر، مرتبط بالإبداع، مرتبط بطبعا المنظومة التسويقية الرقمية اللي موجودة خاصة في السوق الموازية. اليوم من السيد رئيس الجمهورية القانون جاء بنقطة مهمة، رسم تقريبا 5% بالنسبة لها حاملي هذه المشاريع، اليوم في قانون المالية غيرها تقريبا من 5% إلى 0.5%، وهذا رقم طبعا لا يوجد في أي دولة. وبالتالي أنه فقط كيف يمكن استقطاب هذه، لأنه لاش مهم جدا استقطاب هذه المؤسسات وهذا الفكر. هذا الفكر لما يدخل للسوق الرسمية راح يعطي أكثر إبداع بالنسبة للمؤسسات، سواء المؤسسات الخاصة أو المؤسسات العمومية. اليوم إشكالية الفوترة بالنسبة لهذه المؤسسات، نظن حتى تسهيلات في التسجيل، عدم الحضور بالنسبة للتسجيل، وطبعا تسجيلات بالنسبة للسجل التجاري، عدم التسجيل في السجل التجاري في المراحل القادمة. طبعا هناك عدة ضمانات بالنسبة لهذه المؤسسات، فقط كيف يمكن استقطاب، لأنه هذا المواطن صاحب المؤسسة اللي موجود في السوق الموازي ما عندوش حماية، لا حماية طبعا قانونية ولا حماية اجتماعية ولا حماية. وبالتالي أنه لما يدخل للسوق الرسمية راح تتوفر طبعا هذه الحماية الاجتماعية، ويتحصل في بعض الحالات يتحصل بالمجان على هذه الحماية الاجتماعية. نظن أنه الامتيازات المهمة راح طبعا تفرح كثير من المؤسسات، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الإبداع اللي موجودة اليوم، أنه اللي عايشين تقريبا يوميا في سوق رقمية صحيح. من خلال عرض المنتجات تقريبا كل الجزائريين اليوم يشروا عبر طبعا الهاتف تاعهم وعبر التطبيقات اللي موجودة في الهواتف. ولكن من يدفع طبعا الرسوم؟ من يدفع
أو لا يمكن أنه عن إشكالية اللي كانت موجودة في المرحلة السابقة، حتى إشكالية الناتج الوطني ما كناش نعرفوها، لأنه ما قدرناش نعرفوا السوق الموازية. بهذه طبعا الأسلوب بهذه القوانين يمكن استقطاب طبعا السوق، ويمكن استقطاب الأموال اللي موجودة في السوق الموازية، ويمكن استقطاب الإبداع، ويمكن استقطاب هذه المؤسسات المهمة بالنسبة لي السوق الوطنية، ومهمة كذلك بالنسبة لي الوقوف على كثير من المؤسسات الوطنية وخلق طبعا ثروة بالنسبة للجزائر. أو هذا القانون يعني دكتور تيغرسي سيسمح لهم أو يساعدهم على تصدير منتجاتهم والتعامل مع الأجانب بصفة قانونية ما دام دخلوا في الاقتصاد الرسمي للبلاد؟ مش بصفة قانونية، بصفة حمائية لأنه أيضا. طبعا كانت مخاطرة كبيرة في المراحل السابقة، شفنا أنه كثير من المهن موجودة، كثير من الإبداع موجود، كثير من المؤسسات موجودة، كثير من الفكر طبعا اليوم انتقل هذا الفكر طبعا إلى فكر سواء بالنسبة للجامعة ولا غير الجامعة. اليوم طبعا هناك إبداع بالنسبة لكثير من المؤسسات، ولكن ينبغي طبعا الضم، وينبغي كذلك احتواء هذه المؤسسات، وينبغي تسهيل الإجراءات ل تسويق المنتجات بالنسبة لهذه المؤسسات، وبالتالي أنه كميات طبعا كبيرة من المداخيل الوطنية لا يمكن طبعا التحكم فيها، وشفنا أنه كيف يمكن التعامل معها وكيف يمكن استغلالها من المؤسسات الأجنبية، لأنه لما يستغلها بطريقة غير رسمية معناتها تشوف قضية الابتزاز بالنسبة للمؤسسات الأجنبية. نظن هو حماية كبيرة بالنسبة للإنتاج الوطني وبالنسبة للمؤسسات وبالنسبة لهذه المؤسسات الاقتصاد الوطني بشكل عام. طيب في محورنا الأخير سنتطرق إلى أهم الإجراءات التي اتخذت من أجل مرافقة الأنصار أنصار المنتخب الوطني في منافسات كأس أمم إفريقيا من خلال الإجراءات التي اتخذها السيد الرئيس. يحضر معنا في الاستوديو الأستاذ يوسف تزير الإعلامي. أهلا وسهلا بك سيد تزير، شكرا على قبول الدعوة. أنا بشكرك سيد عفاف، وأعتقد أن الموضوع مهم ومهم جدا، خاصة أنه حدث بأتم معنى الكلمة. نعم، منح قرار سيد الرئيس بتخفيض التكلفة ب50% للأنصار لألفين من مناصرية 2000 مناصر من الراغبين في الذهاب إلى كوت ديفوار لحضور هذه المباريات الهامة، وأن يكونوا على مقربة من المنتخب الوطني، منحت دفعا قويا للأنصار. كيف تسير الأمور لحد اليوم؟ وحفزت حتى يعني أولئك المترددين. نعم. الذين ربما كانوا يخشون التنقل إلى كوت ديفوار، ولكن بفضل هذا القرار الذي يستهدف بالدرجة الأولى يعني الفئة المتوسطة التي ظل السيد رئيس الجمهورية يدافع عنها في كل مرحلة في مختلف اجتماعات مجلس الوزراء، أعتقد أن هذا القرار يعني حفز الكثير من الشباب والمواطنين البسطاء على خاصة من هواة كرة القدم ومن داعمي ومشجعي المنتخب الوطني على التنقل إلى كوت ديفوار، وهذا سيكون دافعا معنويا مهما جدا لتشكيلة المدرب جمال بلماضي التي تسعى لتمثيل الجزائر وتحقيق أفضل النتائج، ومحو خيبة يعني دورة الكاميرون السابقة التي خرجنا للأسف خرجنا فيها من الدور الأول. أعتقد أن حضور الجماهير وحضور الأنصار مهم جدا، خاصة وأن المنافسة ستكون قوية وقوية جدا على أرضية الميدان. فقرار الرئيس مرة أخرى هو يندرج أيضا ضمن جملة من القرارات صحيح. الجريئة التي تستحق التنويه والإشارة، لأنها موجهة، لأنها دائما كانت موجهة للشباب والرياضة والرياضيين لدعم المنتخب الوطني أيضا. سيد بالعمري، كيف تابعتم هذه الإجراءات؟ أيضا نذكر أن حتى الإعلاميين الرياضيين يستفيدون من تخفيضات في النقل الجوي، وأيضا التلفزيون الجزائري تكفل بنقل 17 مباراة من هذه المنافسات. وكما يعلم الجميع أن الشعب الجزائري مولع برياضة كرة القدم، وبالتالي تنقل المناصرين لمرافقة الفريق الوطني في كوت ديفوار، أعتقد أن يعني هذه القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية فيما يخص دعم التذاكر والإيواء إلى غير ذلك سيسمح لتنقل أكبر عدد ممكن من المناصرين من أجل مساندة المنتخب الوطني عفوا في هذه المنافسة القارية، وبالتالي أعتقد أن هذا الدعم المعنوي الكبير للمنتخب الوطني سيسمح بأداء أحسن وأداء جيد للمنتخب الوطني عندما يكون مسنودا بجمهوره في ملعب
يعني خارج أرض الوطن. فيما يخص كذلك إعلاميين رياضيين كذلك، أعتقد أن ذلك سيسمح بجودة التغطية الإعلامية لهذا الحدث القاري، وحتى لا يستقي أو لا يتابع المشاهد الجزائري مباراة منتخبه الوطني في تلفزيونات أجنبية كما كان يحصل في العديد من المرات. وبالتالي أعتقد أن هذا هو الآخر سيسمح أكثر بتلبية هذا يعني رغبة الجمهور الجزائري وولعه بهذه الرياضة التي يعني الجميع معني بها دون استثناء. الآن أعتقد أن مثل هذه القرارات تسمح كذلك بتطوير الرياضة النخبوية في الجزائر، لا يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني فقط، ولكن بدعم الرياضة من خلال دعم الصحفيين والرياضيين، لأنه من المهم أن يكون لدينا إعلام رياضي فعال ومحترف يمكنه أن يقوم بتغطية جيدة، يمكنه أن ينقل مثل هذه الفعاليات ويساهم في إطلاع الرأي العام العالمي الوطني عفوا على ما يحصل من تطورات في الرياضة الجزائرية. أستاذ تزير، الإجراءات الوقائية اتخذت وتم الحرص عليها، وأيضا على مسألة تأطير المناصرين الذين هم صورة الجزائر وداعمين للمنتخب الوطني داخل الملعب وخارجه. لابد من الإشارة على أن العملية يؤطرها نادي السياحة وأسفار الجزائر، يعني تورين كلوب، هذا المؤسسة، هذه المؤسسة العمومية التي لديها خبرة في العديد من المنافسات طبعا. وأعتقد من هذه الناحية لا يوجد إشكال بتاتا، لأن هذه المؤسسة أثبتت في أكثر من مرة على قدرتها وعلى احترافيتها أيضا، حتى من المرحلة الأولى حتى إلى المرحلة النهائية، يعني من التسجيل المشجعين الراغبين في تنقل الكوت ديفوار إلى إعادتهم إلى الجزائر. فمن هذه الناحية لا يوجد أي إشكال. حتى تكلمت على الإجراءات الوقائية والاحترازية، أعتقد أن وزارة الصحة نبهت في أكثر من مرة على ضرورة التلقيح من الحمى الصفراء، من المرايا، أخذ الدواء، وأيضا وجهت حتى تحذيرات يعني في شكل تعليمات وتوصيات للمناصرين المتنقلين كوت ديفوار من أجل أخذ الحيطة والحذر، خاصة فيما يتعلق الأمر بالأكل والنظافة وكل ما يجب أن يتخذه المناصر من أسباب حتى يتفادى الأمراض للمتنقلة، لأنها خطيرة، هي مرض خطير، لأن فيها أمراض متنقلة في بعض الأحيان لما ما نتخذش يعني الأمور بجدية، لابد من الحيطة والحذر واتباع التدابير الصحية الوقائية الاحترازية التي ستجنبنا من دون شك تداعيات لا نريد أو لا تحمد عقبة. ذكر أن المباريات يعني ستنقل على القناة الأرضية، بينما الملخصات يمكن نقلها على الفضائيات. ربما دكتور تغرسي، ككل الجزائريين لك يستهويك الفريق الوطني الذي نتمنى له كل التوفيق. أكيد، لأنه الجزائر بدأت من الجزائر من خلال الملاعب الموجودة في الوطن، الحمد لله أنه ارتقينا طبعا من أحسن الملاعب في إفريقيا موجودة في الجزائر، وبالتالي أنه المبادرة هذه أكيد أنه راح توقف مع المنتخب الوطني وراح تدعم المنتخب الوطني وتعطي أكثر قوة بالنسبة للمنتخب. وطبعا النتائج كنا نتوقع خاصة مع التحذيرات بالنسبة ل الفريق الوطني، وخاصة بالنسبة للإنجازات الأخيرة شفنا أنه نوعية طبعا النخبة في لباس عليها، وشفنا كذلك بالنسبة لنوعية التحذيرات وحتى أنه توفير الجو للمنتخب الوطني. شفنا أنه نظن صديقي يعرف أنه كيف أقام الفريق الوطني طبعا في كوت ديفوار، نظن أنه إقامة كانت مختلفة مقارنة مع الدول الأخرى، امتيازات كانت منوحة لتوفير طبعا راحة بالنسبة لي الفريق الوطني، وتوفيق طبعا توفير جو مهم بالنسبة لي. نظن أنه الجو يحتاج دائما إلى طبعا مرافقة، لا يمكن الحديث على كرة قدم بدون حضور طبعا هذه الشعوب وحضور طبعا هذه الأنصار. نظن مع حضور أنصار يعطي هذه الفسيفساء يعطي أكثر قوة للحصول دائما، الهدف الأساسي هو الحصول للمرة الثالثة على كأس إفريقيا إن شاء الله. سيد تزير، الدعم المادي والمعنوي موجود، إذن بإذن الله الفرجة مضمونة، وإن شاء الله يكون الفوز من حليف فريقنا الوطني.
الدعم موجود وليس يعني من وليد اليوم يعني بصراحة، يعني دعم السلطات العليا والسيد رئيس الجمهورية للرياضة والرياضيين يعني لم يكن له لم يسبق من له مثيل، وهذا بعيدا عن أي مجاملة يعني بصراحة. لما تتحدثي إلى الرياضيين فأعتقد أن سيكون لديك نفس الانطباع يعني، وفي كل الرياضات وفي كل التخصصات. ربما نحن لم نستثمر، أتكلم نحن وأقصد الحركة الرياضية، ربما هذه الحركة الرياضية لم تستثمر فيها هذا الاهتمام وهذه الإرادة السياسية لدعم وتطوير الرياضة والرقي بها إلى أفضل المراكز. المنافسة على الملعب ستكون صعبة وصعبة جدا، لأن كل المنتخبات تخطب ود هذه الكأس الغالية. نادي الأبطال الخاص بالكان يضم 15 بلد 15 منتخبا، ولا أعتقد أن فيه إمكانية لبلد آخر لانضمام هذا النادي، لأن الولوجي ليس يكون صعب وصعب جدا. ولكن نتمنى بالرغم من هذه الصعوبة، بالرغم من يعني حتى ربما قد الترشيحات قد لا تصب في مصلحة المنتخب الجزائري، ولكن إرادة اللاعبين وإرادة الطاقم الفني ودعم الجماهير والرغبة في التعويض عن الخيبة لما حدث في 2022 من فشل في الكان والإخصاء في المونديال، أعتقد أن هذه العوامل نتمنى أن تصب في مصلحة المنتخب الوطني من أجل العودة إلى الواجهة والتشريف الجزائر. والسيدة عفاف أنت تعرفي بالرياضة اليوم هي مصدر إشعاع للبلد للجزائر في المحافل الدولية الكبرى، ومن بينها هذه المحافل المسابقات والبطولات كأس أمم أفريقيا للأمم التي نتمنى أن تعود لنا إن شاء الله. إن شاء الله النجمة الثالثة هكذا نقول إن شاء الله، بعد التتويج في 1990 في الجزائر هنا بملعب على ملعب 5 جويلية في المباراة النهائية من نيجيريا، وفي 2019 بالعاصمة المصرية القاهرة في المباراة النهائية أمام المنتخب السنغالي بهدف لصفر. نعم، إذا المنافسات الكأس أمم الإفريقية ستنطلق بعد ساعات من الآن. أتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لم يبقى لي إلا أن أشكركم جميعا، دكتور هواري تغرسي، الأستاذ الإعلامي لمين بالعمري، الأستاذ يوسف تزير أيضا الإعلامي، والشكر أيضا موصول للبروفيسور تخنيس الذي كان معنا عبر الهاتف في بداية هذا البرنامج. شكر موصول دائما لكم أيضا مشاهدينا الأفاضل في ختام عدد اليوم من برنامج آراء ونقاش. إلى اللقاء.